بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نتكلم على اللاترال وول اوف تيمبانيك كافيتي. طبعا يعني اهتم قوي بموضوع اللي هو التيمبانيك ممبرين. بيكون من ايه التيمبانيك ممبرين ده؟ بصوا معايا دلوقتي لما نيجي نبص على الرسم اللي قدام هنا دي، يعني كده او المنظر اللي قدامنا ده، دي تيمبرال بون زي ما احنا شايفين قدامنا، ده بيسموه بيتراس بارت اوف تيمبرال بون، وهنا الجزء ده اسمه سكويماس بارت اوف تيمبرال بون، وده الماستويد بارت اوف تيمبرال بون. هنا كده في الجنب ده اسمه external erythromatous، ولو قربنا الصورة شوية كده نتفرج هنشوف ان في نهاية الاكسترنال erythromatous في عندنا ده التمبانيك ايه؟ التمبانيك membrane. بالنسبة للتمبانيك كافيتي جداره عامل ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. هنا في المنظر قدامنا ده نيجي نتفرج هنا كده نشوف المنظر عامل ازاي هنا. ده الاكسترنال اريتريميتوس، ده التمبانيك كافيتي او الميدل اير، ودي الانر اير. تمام، هنا الانر اير. لما تيجي تبص على التمبانيك كافيتي الحته اللي بره دي السكويماس بارت بتاع التمبرال بون، ماشي. وهنا ده الاكسترنال ميتوس، والاكسترنال ميتوس في نهايته ده التمبانيك ايه؟ التمبانيك امبرين. فاحنا لو جينا نبص كده على التمبانيك كافيتي شوف شكله عامل ازاي، ده كده يعتبر اللاترال وول بتاع التمبانيك ايه؟ كافيتي. يعني برضه لو رجعنا للمنظر اللي هو المجسم اللي معانا عشان نفهم يعني ايه جت ازاي اللاترال وول هنا كده. بص انا هشيل العظمه دي كده قدامكم، اتفرج على المنظر عامل ازاي اهو، ماشي. هنا ظهر التمبانيك ايه كافيتي معانا اهو قدامنا. شوف شكله عامل ازاي برضو، قرب بسرعة شوية اهو. هنا ده الاكسترنال اريتروميتس، ده التمبانيك كافيتي قدامنا اهو، ظهر دلوقتي معانا اهو قدامنا. external meatus تمبانيك كافيتي، ودي الانر اير، وده التمبانيك ممبرين. هنا ده الروف بتاع الاكسترنال ميتس، وده الفلور. هنلاحظ ان التمبانيك ممبرين يعني مايل، مش موجود كده ايه، مش عمودي، ماشي. واللاترال وول بتاع التمبانيك كافيتي معمول بالسكويماس بار بتاع التمبرال بون، ماشي، ومعمول بمين كمان؟ بالتمبانيك ايه؟ ممبرين. فهو كده التمبانيك ممبرين شكله عامل ازاي، اللي اوفال ان شيب، ماشي. بيتكون من 3 طبقات، طبقه خارجيه عباره عن جلد، طبعا مكمل مع الجلد اللي بره، جوه ميوكوس ممبرين اللي هي البطانه بتاعه التمبانيك كافيتي، وفي النص في فايبرس ايه لاير، او في اوتر سكن وانر ميوكوس ممبرين وميدل فايبرس ايه فايبرس لاير. ولو تاخدوا بالكم برده من شكل التمبانيك ممبرين ان هو مش فلات كده، لا ده هو يكون يعني من بتكبص من بره تلاقيه كونكيف كده بالمنظر ده. الحته الموست كونكيف بارت ده بيسموه امبو، اللي هي الحته الايه الغويطه قوي اللي جوه دي، مشدود من جوه. لو تيجي تبص كده على العظم بتاع الميدل اير عامل ازاي من جوه اهو، ده اهو. هنا في عندنا 3 عظمات اللي هي الماليس، ودي اسمها الانكس والستيبس. اللي ماسك فيه هنا الماليس، لو تشوف كده الماليس ليها دراع كده طويل اهو شايفينه، ده اسمه الهاندل اوف ماليس اللي هو ده، ودي اسمها اللاترال ايه اللاترال بروسيس، ودي الهيد بتاعتها. فده الهاندل هو اللي ماسك فين؟ ماسك في التمبانيك ممبرين من جوه، هو اللي شده لجوه بالمنظر اللي شايفينه ده، ومخليه من بره يعني هو عامل ازاي كونكيف كده. وطبعا زي ما انتم شايفين في عضله برضو اسمها تنسور تمباناي ماسكه برضو فين؟ في الهاندل بتاع مين؟ الماليس. طيب فلو رجعنا تاني هنا كده، فاحنا قلنا الحته التمبانيك ممبرين بيبقى كونكيف بالمنظر ده كده، الماكسيمم كونكافيتي دي كده هنا دي بيسموها الامبو. طب هنبص برضو على التمبانيك ممبرين من بره ونشوف شكله عامل ازاي برضو، منظر تاني اهو ليه اهو. التمبانيك ممبرين هنا قلنا دي الماليس اللي الهاندل بتاعها، وشايفين ماسك فين؟ في التمبانيك ممبرين من جوه، ده الهاندل، ودي اسمها اللاترال ايه اللاترال بروسيس، ماشي. وده اللي هو الايه الامبو اللي هيكون كيف بارت ده. ادي منظر التمبانيك ممبرين من بره بتفرج عليه اهو. بيقول لي التمبانيك ممبرين اهو، هنبص من اكسترنال ميتوس. بنيجي نبص نشوف شكله عامل ازاي، قال لي والله هو من بره كده ليه حلقة كده أو برواز من بره كده عبارة عن فايبرو كارتريج اللي هو الحتة دي كده، ماشي، عامل زي الطبلة مشدودة كده على الإيه بحرف كده من بره، ماشي. وطبعا ده مكان الأتاتشمنت بتاع مين؟ الهاندل أوف ماليس، ودي اللاترال بروس بس طبعا من جوه الكلام ده، ماشي. دي الحتة اللي بيسموها الأمبو دي، ماشي. يبقى ده مكان الأتاتشمنت أوف هاند، ده السايت أوف أتاتشمنت أوف هاندل أوف إيه أوف ماليس، ودي اللاترال بروسيس. وتيجي تبص كده بيقول لك هنقسم التمبانيك برين لجزئين. طبعا لو تيجي تبص من عند اللاترال بروسس كده لحد نهايه الفايبرو كارتليجنس ريم اللي هي دي شايفينها،
البروهاز ده ده هو اللي معمول بفايبرو كارتليج. من عند اللاترال بروسس للفايبرو كارتليج كده، هنا في فولد ماشي، وهنا في ايه فولد بيسموا ديت انتيريور مالولار فولد، انتيريور مالولار فولد، دي انتيريور مالولار فولد، واللي ورا دي اسمها بوستيريور مالولار ايه فولد. واحد بيقول احنا برضه بنبص ازاي يعني، برضه لو جينا في المنظر ده احنا دلوقتي، ده التمبريك من برين تاني اهو عشان بس نتخيل الشكل عامل ازاي اهو، ده الماليس. احنا نبص كده بالمنظر ده كده اهو تمام، ده هو الحته اسمها الامبو دي، وشايفين ودي الرنج اللي هي او الريم المعموله بمين، بالفايبرو ايه بالفايبرو كارت. فانا بتفرج طبعا هنا في الرسم التفاصيل مش واضحه قوي، بس احنا ايه جبنا رسمه تاني عشان نبين فيها الكلام ده تمام. وده مكان الهاندل اوف ايه اوف ماليس، والحته دي كلها كده قويه جدا مشدوده قوي، وبيسموها بارز تنسا ماشي، او تنس بارت يعني، بارز يعني بارتي يعني مش كلام. والحته اللي هي بتوين التو مالي الفورد اللي فوق دي ماشي، اللي ما عليهاش البرواز بتاع الكارترج دي، بيسموها بارز فلاسيدا. ما احنا في عندنا حاجه اسمها بارز تنسا وبارز بارز ايه فلاسيدا ماشي. الحته اللي هي الترانجولار بارت اللي بتوين التو مالي الفورد اسمه بارز ايه فلاسيدا، والجزء بقيه الممبرين مشدود على الاخر وبيسموه بارز ايه بارز تنسا. ده بالنسبه لايه لتركيب التمبانيك من بريبا. اللاترال وول بتاع التمبانيك كافيتي معمول بالسكويموس بارت اوف تمبرال بون، ومعمول بالتمبانيك ايه من برين. وما ننساش برضو معلومه ان التمبانيك من برين بيعمل انجل كده مع الفلور، قد ايه الانجل دي 55 ايه درجه، يعني بيعمل اوبليك كده على الفلور بتاع بتاع الاكسترنال ميتس، وبيعمل معاه كده ايه زاويه كام 55 ايه 55 درجه. ده بالنسبه لايه لتركيب التمبانيك من برين او وضعه عامل ازاي.